بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير والنور والسرور حبايبي المتابعين اذا مشاهدتم. سؤال احد المتابعين بخصوص هل بالامكان حبس الغاز في الوحدة الخارجية وفقط فحص الوحدة الداخلية اذا كان فيها تسريب او لا؟ الاجابة الله يحفظكم نعم، يمكنك ان تحبس غاز الفريون الوحدة الداخل في الوحدة الخارجية زين، ومن ثم تفحص أو تضغط الوحدة الداخلية بالهواء لفحصها إذا كان في تسريب أو لا. ولكن أنا شخصيا لا أؤيد حبس الفريون في الوحدة الخارجية في حالة أنه يوجد عندك تسريب في النظام، سواء كان في الوحدة الخارجية أو الوحدة الداخلية، لأن حبس الفريون في هذه أو بهذه الطريقة صراحة راح يدخل معاك هواء. والهدف صراحة من الصيانة، صيانة المنظومة، عدم دخول أو وجود أي هواء لهذه المنظومة، لأن استرجاعك صراحة للغاز وحبسك في الوحدة الخارجية راح يرجع معاه أو راح يسحب معاه هواء، وممكن أيضا الغاز أو الصيانة السابقة أو التعبئة السابقة دخلت أو يوجد فيها هواء، وبالتالي راح تكون عندك مشاكل في المستقبل. زين، الطريقة الله يحفظكم لاسترجاع الغاز وحبسه في الوحدة الخارجية وفحص الوحدة الداخلية نفس الطريقة عادية راح تكون. تشغل النظام، الأفضل أن تكون عندك عدة القياس مربوطة في الجهاز، وتكون مربوطة في عدة أو في جهة محبس أو خط الخدمة لخط الراجع. زين، وتشغل النظام عادي، تتركه لمدة دقيقتين أو 3 دقائق زين لغاية ما تستمر دورة الغاز، وبعدين تقلق أو تسد محبس خط الضغط أو الخارج الماسورة الصغيرة، ومن ثم تترك النظام يعمل لغاية ما يوصل الضغط عندك إلى الصفر أو أقل من الصفر، ومنها تحبس أو تغلق محبس خط الراجع أو الماسورة الكبيرة، وبالتالي تكون قد حبس صراحة الغاز في النظام وتطفي الوحدة الخارجية أو تطفي المنظومة أو تقطع الكهرباء عن النظام بالكامل. كذا تكون أنت حبست الغاز في الوحدة الخارجية. الحين تكون طبعا المواسير مربوطة، ما يحتاج أنك تفك المواسير زين، لأن السدادات الاثنين على خط الراجع وخط الخارج راح تكون مغلقة للداخل، وبالتالي الوحدة الخارجية راح تكون معزولة عن الوحدة الداخلية، والمواسير راح تكون طبعا فري عن طريق خط الخدمة. يعني تستطيع صراحة أن تضغط هواء في الوحدة الداخلية عن طريق خط الخدمة الموجود في الوحدة الخارجية على خط الراجع أو السحب، تضغط الهواء لغاية 250 أو 350 مثل ما قلت سابقا، وبعدين طبعا تفحص الوحدة الداخلية سواء كانت موجودة في مكانها أو خارج المكان يعني زين، وتفحص تشوف هل في تسريب، هل عندك رجوع أو نزول لعدة القياس من الضغط اللي أنت وقفت عليه سواء كان 250 أو 350، هل ترجع عدة القياس. إذا لم ترجع عدة القياس خلال 5 دقائق أو 10 دقائق زين، فعلم أن هناك المشكلة ليست في الوحدة الداخلية وإنما في الوحدة الخارجية، ولكن يجب أن تتأكد أولا أن مواسيرك جيدة، عدة قياسك جيدة، ما عندك أي تسريب في أي مكان، اتصالك في الوحدة الخارجية أو في خط الخدمة أيضا سليم ما في أي تسريب زين، وبالتالي راح تفحص. يعني الفحص الثاني راح يكون مخصص للوحدة الخارجية. أنا أعيد وأكرر،
لا أحب أن أحبس الغاز بهذه الطريقة، مثل ما قلت راح يدخل معك هواء، وبالتالي بعد ما تكتشف مثلا إذا كان عندك تسريب في الوحدة الداخلية وتصلح هذا التسريب وتفتح الغاز اللي كان محبوس مثلا في الوحدة الخارجية، راح ترجع نفس الغاز القديم، وممكن تكون الكمية هذه ناقصة غير كافية للمنظومة وتشحن كمية إضافية، وبالتالي أنت شحنت أو راح تشحن فقط بالضغط، بضغط الغاز أو بالإمبير، ولن تشحن بالوزن المناسب للمنظومة، لأن الكمية الموجودة أو المحبوسة داخل النظام غير معروفة، لا تعرف ما هي الكمية، ولا تستطيع أن تزيد على هذه الكمية بطريقة الوزن. زين، فقط تستطيع أن تزيد على هذه الكمية مثل ما قلت بطريقة قياس الضغط المناسب لغاز التبريد الموجود في النظام، أو أنك تقيس الامبير للضغط أو للمنظومة بالكم. أعيد وأكرر، ما أحب هذه الطريقة، الأفضل أنك تفضي المنظومة بالكامل من الغاز، تضغط المنظومة بالكامل بالهواء، عرفت ولا لا، وبعدين تصلح مكان التسريب إذا وجد، ومن ثم تعمل فاكيوم وتشحن غاز بالوزن، راح يكون أفضل إذا كان نظامك سليم 100%، وحدتك أصلية لم يتم استبدالها، لم تتم صيانتها، المواسير عندك على الطول المناسب، عرفت ولا لا. في أمور كثيرة تكلمت عنها في مقاطع سابقة، زين، ممكن تفيدكم بهذا الخصوص. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم عجب. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وإبداء الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.